احمد ابراهيم ابو المجد. ادخل. اهو يا فندم، المتهم احمد ابراهيم ابو المجد. ماشي، امشي انت. امرك يا فندم. احمد، مش فاكرني؟ انا ماجد الحكيم، كنت معاك في المدرسه زمان. تحب تشرب حاجه؟ الحقيقة لما شفت بطاقتك وقريت اسمك وشفت صورتك كويس قلت استحالة تكون انت. مع ان شغلانتنا دي علمتني ان انا مستغربش من اي حاجة. بس احمد ابو المجد الطيب الخلوق اللي كان معايا في المدرسة من ابتدائي لثانوي، معقول يبقى يتمسك في الشارع وهو بيشرب مخدرات؟ انا زميلي قال لي ان انت ما رضيتش تكلم حد من اهلك. بص يا احمد، احنا يمكن ما كناش اصحاب قوي زمان، بس ربنا يعلم انا قد ايه بحبك وبحترمك. قول لي ايه اللي حصل عشان اعرف اساعدك. انا مش ظابط ولا انت متهم، انا زميلك اللي كنت قاعد في الديسك اللي وراك. قول لي ايه اللي حصل عشان لو في حاجه اقدر اقدمها لك اقدمها لك. ما حصلش حاجه، وانا مش محتاج اي حاجه. يعني ايه مش عايز حاجه؟ مفيش حاجه اسمها كده. انت واقع في مصيبه، ايه اللي خلاك تكسر الموبايل لما اتقبض عليك؟ انت ليه يا احمد مش عايز تكلم حد من اهلك؟ عشان مش عايز اكلم حد. مفيش حاجه اسمها كده. خد خد، كلم حد من اهلك عشان نتمم الاجراءات. ليه؟ ليه اكلمهم واشغلهم بيا؟ مش محتاج لهم في حاجه. زي ما بقول لحضرتك، انا مذنب ومعترف اني مذنب وهتحمل نتيجه ذنبي.